هيدخل فريق هونج كونج بالحزام الأزرق، ده حكم الوسط أو الحكم الرئيسي، ده فريق هونج كونج الحمد لله لابسين أحزمة زرقاء. دي المسابقة الأخيرة أو الفاينل أو النهائي الأخير في اليوم الختامي. يعني فريق هونج كونج برضه متميز حتى الآن، حتى الآن هو برضو يعني له نفس الكاتا دي، بتسهل للحكام التقييم، بتسهل لهم كل حاجة، يعني جا في مصلحة الحكام ان الاثنين بيعملوا نفس الكاتا. كل الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي لازم نشوف منها حاجات في البونكاي، بيختاروا بعض الحركات او نصها او كلها على حسب ما هم مجهزين البونكاي، وبعدين يورونا ايه التصور، ايه كان التصور، ايه الدفاعات. هنا خلصوا خلاص الكاتا، هيدخل على طول على البونكاي. قلنا ده الجزء الاول من النهائي، الجزء الثاني لازم يعمل بونكاي. طب ما لو ما عملش البونكاي ايه بقى؟ خلاص باي باي. إذا ما عملتش البونكاي خلاص مع السلامة، خسر. لازم الاتنين دولت ملزوقين في بعض. هنشوف الأداء، بداية موفقة حتى الآن، هنشوف تسلسل يا جماعة. طيب بعدين هتقوموا امتى؟ يلا يلا يا جماعه. يعني بيمثل ان هو دي ضربات مميته، لكن يعني مش مطلوب قوي ان هو يعني يمثل زياده، يعني لازم يكون واقعي برضه. هنا ضربات سريعه، ايوه ايوه كويس قوي كده، ده كده كويس قوي. ها في دي كلها حاجات نقاط تميز بالنسبه لهم. تمام كويس كويس، برافو. ها لحد الان يعني الكفه مش بعيد قوي، لكن يعني انا اشوف هونج كونج شويه يعني شويه متميزه عن ماليزيا، لكن مش بعيد قوي يعني، يعني هتبقى العمليه مش بعيد قوي. برافو كويس. واحد الثانية طبعا الضربة اللي في الهواء دي يعني يعني برضه ما تبقى عليه، ما هي ما تبقاش ليه، الطيره اللي في الهواء دي ما هياش، ما كانتش كويس. يعني خلاص يبص له بصه ما هيموت من الضرب. كويس، لازلنا مع فريق هونج كونج في البونكاي ونهائي الرجال، نهائي الرجال للكاتا فرق. كويس، يعني بينتظروا شويه، بحس ان هم يعني كانوا يعني لسه حافظينها قبل ما يدخلوا بدقايق، يعني المفروض كل الحاجات اللي بيعملوها دي المفروض ان هم خلاص حافظينها ومتمرنين عليها فتره طويله قبل ما يجوا، لان ده فريق يعني جماعي، لازم يكون كل الوحدات التدريبيه كلها موجود فيها البونكاي بالنسبه لفرق الكاتا الجماعيه بالذات. زي ما بقول حتى الان يعني انا في اعتقادي ان الفريقين متقاربين جدا، في اعتقادي متقاربين جدا، مش زي ايطاليا وماليزيا من شويه. كل اللي انا شايفه يعني ما فيش
الاهلي، الاثنين قريبين جدا من بعض. يعني اعتقد يعني من وجهه نظر المباراه قد تنتهي لاحد الفريقين 3-2 اعتقد، لكن ده برضو لسه هتوقف على الحكام هم شايفين ايه. انا اشوف في يعني وقت طويل قوي بين الطربات وبعضها، وقت طويل قوي بياخدوا وقت كتير قوي يعني ما فيش التسلسل اللي احنا محتاجينه قوي. طبعا بيبص على الحكم الرئيسي دلوقتي، حان موعد انتهاء اللقاء، يا ترى مين اللي هيحصل على الميدالية الذهبية. بنسيب بقى التعليق ليكم وبنسيب التعليق للتقييم للحكام. 4-1 للفريق الماليزي، زي ما قلت فريق هونج كونج يعني بيشتغل لكنهم لسه حافظين. يعني انا قلت 3-2 لكن قلت هتيجي لاحد الفريق، اذا 4-1 لماليزيا. اذا ماليزيا تفوز بهذه المباراه والميداليه الذهبيه. اذا ماليزيا 4-1. اذا